سلام عليكم. في مراكش المدينة المغربية في فتاة اسمها حسناء، اسم على مسمى. البنت في قمة الجمال، هذه الله يسلمكم عندها أبو متقاعد وأمها ربة بيت، وعندها أخو صايع ضايع يوم يلقى شغل وعشرة لا، وأصلا متمرد ولا مهتم أصلا في مصاريف البيت، ما عندهم إلا هالبنت. وهذه لأنها تملك صوت جميل، البنت اشتغلت في ملها في مراكش تصرف على عائلتها، عمرها 25 سنة. الكلام هذا في عام 2009. 2010 اشتغل عندهم واحد في الملهى اسمه أحمد. أحمد يعمل حارس كبوديغارد يعني في الملهى، أعجب في حسناء وصار بينه وبينها تبادل إعجاب. صارحها يوم من الأيام قال لها أنا صراحة ودي أتقدم لك. البنت وافقت، فراح حق أبوها وطلبها. في البداية أمها رافضة، ليش؟ تقول لها يا بنتي هذا الولد مبين عليه يمكن بيستغلك، يمكن الولد يعني. قالت له لا يما، ليش يستغلني يعني؟ بشنو يستغلني يعني؟ قالت لأنه يعني وظيفته بوديغارد يعني ما يطلع شيء، وانت تطلعين أكثر منه، وإحنا ترى العائلة كلها معتمدين عليك، فهذا هل يوافق أنك تستمرين في العمل هذا ولا يعني تفاهمتي معاه على الموضوع؟ قالت والله يما بصراحة أنا ما تفاهمت وياه، راح أكلمه في الأول يعني وأشوف رأيه. المهم قالت له يا أحمد أنت لما تعرفت علي، تعرفت علي أنا كمطربة في ملهى وأنت أصلا تشتغل في الملهى حارس، صح ولا لا؟ قال صحيح. لا تجيني بكرة تقول لي بطل شغل وكذا. قال له لا 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 يعني هذا شغلك وأنا أحترمه وما أدري شنو. قالت له أوكي خلاص. بلغت أمها أن خلاص يما، وبعدين هو ما له شغل في راتبي، أنا راح أستمر أني أصرف عليكم. قالت له إذا الموضوع بهالصورة هذه ما عندي مانع. وفعلا تزوجها وسكن قريب من سكن أمها وأبوها، ما هي بعيدة عنه. المهم راحت الأيام، جت الأيام، هذا لما أصبح زوجها وهو شغال في الملهى ويشوف يعني الملهى من اللي بيجي يعني ناس محترمة، أكيد ناس سفلة القوم يعني السفل هم اللي يجون يعني في الملاهي والمسخرة، وهذه يعني دورها أنها تغني وتضحك، يعني ما أبن مايد مع الزباين يعني. هذا قام يغار شوي شوي، قام يعصب، قام يكلمها خلاص بطل الشغل، أنا راح أشتغل أنا أصرف عليك. قالت له يا أحمد أنت تصرف علي ولا تصرف علي وعلى عائلتي؟ لأن أنا أصرف على عائلتي، إذا تقدر تتحمل أنا ما عندي مانع. قال لها أصرف عليك وعلى عائلتك ما عندي مانع، بس قعدي في البيت. قالت أوكي أنت اللي طلبت وأنت تتحمل ماشي. قال أوكي. طبعا حملت وجابت ولد. من جاهم الولد، وهذا أصلا أحمد كل راتبة يعني يصرف على حسناء وعلى أهلها علشان بس ما ترجع للوظيفة، ومو لاقي حتى يأكل، يعني حياته أصبحت جهيم، كأنه تورط. إذا خلاها تروح الملهى ما هو قادر يتحمل، يشوف زوجته تغني ورجال وناس سكارة وناس سفلة، يعني صار بين حدين. لكن كان يحاول قام يداوم، بدال الدوام دوامين. هذه قامت تضايق، انت الحين دوامين انا ما اشوفك وكذا. قال له علشان اقدر اوفر لك لقمة العيش لك ولاهلك وادفع ايجارهم وادفع كذا، واخوك مو راضي يشتغل انا اصرف عليك وعلى اهلك. قالت له انت اللي قايل لي اقعد. المهم قالت له خلاص انا برجع. لا ما ترجعين، لا برجع، لا. قامت كل شوي تزعل تروح لاهلها، هذا يحبها يروح لها بيت اهلها ويراضيها ويرجعها، تقول له برجع، يقول لها لا ما، لين تحصل مشكلة تزعل وتروح بيت أهلها. أمها تشيشها، خلي ولي، قالت لتشانا لا تأخذينا، هذا فقر ما عنده شيء، إحنا نبي واحد يعني
يساعدنا في الدنيا وهذا جايبته عالة علينا. المهم تشيش بنتها شهر شهرين ثلاثة، قامت تقول طلقني، يقول لها مستحيل. طبعا أحمد هذا ما شاء الله طول بعرضه، ما يحطون بودجارد واحد ضعيف، لا يحطون واحد يعني مصك. هذا أحمد فصل، قال ما راح أطلق، مستحيل أطلق ولا خليك. قام يجيها 24 ساعة عند بيت أهلها إلا يأخذها غصب، وأهلها يبتلشون فيه، مرات يهدونها مرات يعاندون معاه، وهذا يتنرفز ويعصب، ما هم قادرين يفتكون منه. كل ما هددته بالطلاق يقوم يسوي مشاكل ويسوي كذا. المهم يوم من الأيام تزعل وتروح. ذاك اليوم راحت عند أهلها خلاها، قال خلها شوي ترتاح عند أهلها شهر شهرين، يمكن يطيح اللي براسه وترجع. بعدها بيومين ثلاثة ولا يشوفها في الملحة بدوامة. طبعا يوم شافها تغني وكذا وهو الحارس في الملحة عصب، لكن ما يبي يسوي فضيحة في الملحة قدام الناس، سكت. لما خلصت الليلة هذه قالت له شوف يا أحمد، أنا وياك ما راح نتفق، يا تخليني أغني وأخذ راحتي مثل ما أنت تعرفني، يا طلقني. قال طلاق ما راح أطلقك. قالت خلاص تخليني. قال لها ما أقدر أخليك، ما أقدر أشوفك بهالمنظر، ما أقدر أشوف. قالت لك كيفك أنت، من قالك تأخذ مطربة ورقاصة يعني، من قالك، خلاص تحمل اللي يجيك. المهم قالت أنا رايحة عند أهلي لين ترضى. صار له أسبوع أسبوعين ثلاثة رايحة رادة على الملها وترجع بيتها، هلا ما تجي له وتحاول يعني تشوفها إذا يرضى ولا لا. فجأة ولا بعد ليلة من الليالي في الملها امسكت أحمد، قالت له أحمد خلاص أنا آسفة وبعتذر منك وراح أرجع معك البيت ونروح نجيب الولد وخلاص. قال له أكيد؟ قالت له أكيد، وأنا ترى من اليوم وطالع ما راح أشتغل في الملها وخلاص عشانك أنت بس، وسامحني على اللي صار. استغرب لكن استانس، قال لا مشكورة، وانا راح احاول اني بدال الوظيفتين اداوم ثلاث وظائف اربعة، ما عندي مانع اقعد في الدوام 24 ساعة علشان يعطوني دبل الراتب مرتين ثلاثة بس علشان ترضين. قالت لا اوكي. رجعت معاها البيت. المهم اول يوم ثاني يوم حياة سعيدة، استغنس وهذا يروح وظيفته وبكل اجتهاد وكذا، بعد عناء تعب يرجع البيت مشتاق حق زوجته وولده وكذا، ويجي البيت ولا زوجته مسويت له الكبدة الحلوة بهارات وشغل حلو. المهم وياكل بعد شغل وتعب، ولا حاطت له منوم يصرع البعير، أول ما كله داخ وحط راسه على الفراش ونام، راس على المخدة وجسم على الفراش. المهم دخل في نوم عميق، أو تدخل عليه منو؟ عمته أم حسناء. هذه الخطة كانت من أم حسناء، ولا وجاي معاهم واحد اسمه بدر. بدر هذا من أهل مدينة الرباط، هذا عشيق حسناء، لما ردت الملأة تعرفت عليه وهذا عنده فلوس وكذا، وكان الاتفاق أنه يتخلصون من أحمد بهالطريقة لأنه ماكو فايدة، حاولت فيه لكن اتفقوا أنه يتخلصوا منه. بدر وأمها العجوز الشمطاء، ولا يكرمون العجز عنها، ومعاهم حسناء. هذا يوم انصرع من الحبوب المنومة القوية اللي خذها، ويجون يطعنون فيه وهو في قمة النوم والدوخة اللي حاصلة فيه، إلا أنه قام ويحاول يقاوم. أقول لكم الرجل ما شاء الله، الله معطيه قوة بدنية مو طبيعية، يحاول يقاوم وهو دايخ وتلف فيه الدنيا ويحاول يضرب فيهم يضرب، ما هو قادر. المهم قدروا عليه لين خر الولد وطاح على الأرض، واشتغلوا عليه قصوا رقبته وقاموا عاد يشتغلون في تقطيع جثته. حطوا جثته في أكياس بعد عناء من تقطيع،
مجهزين المناشير، مجهزين الساطور، مجهزين كل أنواع الآلات الحادة جايبينها. المهم حطوا في أكياس، وما شاء الله هو يحتاج إلى أكثر من 15-20 كيس مال ذبايح. المهم ويأخذونه ويبدون عاد شنو يوزعون قطع من أعضاءه في الحاويات، لكن كل قطعة يعني أو كل كيس فيه مجموعة من الأعضاء يرمونها في حاويات في مدينة معينة. إلا كيس واحد رموه على طريق المطار، هذا في حي طبعا كله في المدن اللي في مراكش ونواحيها طبعا، إلا هالكيس هذا رموه على طريق المطار اللي في حي المحاميد. طبعا حي المحاميد حي كبير جدا وفي وسطه اللي هو مطار مراكش، على طريق المطار رموه الكيس. ففي اولاد كانوا حاطين ملعب كرة قدم على الطريق هذا، فشافوا الكيس، وتعرفون الاولاد اللي يكون عندهم فضول، فراح واحد من الاولاد فتح الكيس هذا بيشوف شنو هذا اللي مربط وبشكل مرمي على الطريق العام، والهذا أعضاء بشرية بلغوا انقلبت الدنيا وجوا رجال الأمن وشنو هذا ولا المهم. في هالأثناء حسناء بعد اليوم اللي تم تقطيع فيه أحمد، بعد ما خلصوا من الجثة وغسلوا البيت ونظفوا كل شيء ما خلوا إلا الرأس في الثلاجة. قالت أم حسناء أنا أتصرف بالرأس أخبي لك أروح في مكان بعيد. قالت لا أوكي. قامت حسناء وراحت إلى مركز الشرطة وبلغت عن اختفاء أحمد. قالوا لما تختفى؟ قالت قبل يومين. أوكي أوكي. بعد أسبوع أخو أحمد، لأنه متعود أحمد دائما كل يوم والثاني لازم يمر على والدته، والدته كبيرة وساكنة في مدينة في أطراف يعني في أطراف مراكش، دائما لازم يزورها ويسلم عليها إذا محتاجة شيء محتاجة كذا. أمه افتقدت ولدها صار له أكثر من أسبوع ما جاء. أخوه راح سأل حسناء، قالت أنا بلغت عنه وأنه يعني صار له كم يوم ما جاء وكذا. قالوا ليش ما تتكلمه ما قلتي لي؟ قالت أنا وين أشوفك يعني، أنا ماني فاضية لك يعني، بلغت عنه وهو رجال كبير يعني وين بيروح؟ قلت أنا رجال أمني يدورون عليه. هو ما ارتاح حق السالفة، راح حق رجال الأمن وقال لهم يبي يسأل يعني هل فعلا تم تقديم بلاغ أن أخوه مفقود ولا لا. قالوا لأي نعم، بلغت في اليوم الفلاني أنه مفقود صار له يومين. قال لا شلون، أنا مكلمها بنفسي وأخوي صار له أكثر من أسبوع ما مر علينا، مو يومين ما يصير يعني، حسبوها حسبة هو يقول مدة أسبوع وهي تقول يومين. قال لا في شيء غلط. المهم رجال الأمن قالوا خلاص أنت مشتبه منه. قال أنا مشتبه فيها، هذه مرة سيئة وإحنا أصلا كنا معترضين لما أخوي تزوجها، هذه مطربة وراقصة وما أدري شنو، وعائلتها ناس يعني جدا فري وإحنا مو من هالنوع، لكن أخوي هذا يعني الله يسامحها ما أدري شل الحبة فيها وتزوجها وإحنا كنا معترضين يعني، حتى إنه قام يصرف عليهم وكان يعاني معاهم مشاكل كثيرة. أنا أتهمه. قالوا خلاص أوكي. راحوا إلى بيته الشرطة، قالوا نبي نفتش البيت. قالت لهم فتشوا تعالوا حياكم. دوروا في البيت دوروا ما في شيء، سكتوا. رجع مرة ثانية قالوا يبقى الزوجة مبلغة، ما في شيء بالبيت، ما في آثار عنف، ما في، مضبط الأمور كلها. الحين خلونا من هالسالفة، بقول لكم سالفة الرأس، وتقول الرأس موجودة بطلال حاطينها بالثلاجة. أنا أقول لكم الأم اللي هي أم حسناء خذت الرأس حطتها في كيس وقالت حق حسناء خلنا أخذ معاي ولدك علشان أقدر أجر في مكان بعيد، وأنا هناك عاد أحفر لي حفرة وأدفن الرأس داخل الشقة اللي أجرها، وعلشان ما يشتبهون يشوفون معي ولد يعرفون ان احنا عائلة ماني مرة غريبة وكذا، وبيأجر يعني بدون ما اعطيهم بياناتي. قالت اوكي ماخذي، وانا اصلا بروح اداوم في الملهى يعني. فهي خذت ولد حسناء
وخذت الراس حطتها بكيس وراحت إلى منطقة اسمها مولاي إبراهيم. هذه موجودة في قمة جبل، الجبل هذا مدفون فيه أحد الأولياء الصالحين اللي هو مولاي إبراهيم، فالناس تروح لتزوره وكذا. راحت أم حسناء إلى هالمدينة هذه منطقة مولاي إبراهيم ولقت شقة، قالت أنا بستأجرها. صاحب البيت قال لها لا أنا ما أجر، واحدة ما عندها بيانات ولا هوية وكذا، معنا شاف معاها الولد. وقالت الله يخليك، وأنا زوجي ضربني وطردني من البيت وخذ كل إثباتاتي وكذا. قال يا بنت الحلال مسؤولية، إذا واحد يأجر بدون بيانات حق الشخص يحاسبوني أنا بكرة يعني الحكومة يعني. قالت لا أنا ما راح أطول يومين ثلاثة لين إن شاء الله يجي أخوي من ولاية بعيدة يعني يجي يأخذني. قال لها يلا ما في مشكلة. فعلا أجرت في هالشقة هذه ومعاها الراس ومعاها منه ولد حسنة. اليوم الثاني هذه أم حسنة، الحين الموضوع صار بعيد، حسنة بصوب ورايح حملها مالها شغل وهذه بصوب. اليوم الثاني هذه قامت تروح تزور اللي هو قبر الولي الصالح اللي هو مولاي إبراهيم هذا اللي موجود في قمة الجبل. الناس كلها اللي موجودة في الجبل يروحوا له، فهذه قامت تروح وكذا، فتعرفت على عجايز يقعدون هناك وشياب كلها قاعدين حوالين القبر وكذا. المهم تمر تشوفهم وترجع. بعد 3-4 أيام راحت تزور هناك ولا تشوف الحريم العجز يسولفون عن موضوع. قالوا في وحدة امسكوها هذه راقصة ومطربة في ملها في مراكش كذلك، وهذه متهمة بقتل زوجها. يوم سمعت أم حسناء أن تم إلقاء القبض على فتاة اللي هي مات الملها قاتلة زوجها، قالت بس ظهر كشفوا السالفة. راحت على طول إلى محل يبيع مواد كيماوية، قالت لأبي اللي هي مادة الفلاش أو مادة ماي النار يعني، أو لها أكثر من اسم الناس تسميها. قالت له أبي هالماي هذا، أبي 3 جراكل. قال إيش تبين فيهم يا حجية ليش؟ قالت أنا البيت اللي أجرته كله حشرات وصراصير، وفي واحد نصحني إني أحط هذا في الحمام وكذا ويقول إن هذا مفيد. قالها والله براحتك يعني، الناس تستخدم مبيدات حشرية. قالت لا 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 ما ينفع. قال كيف تخذي؟ أعطاها 3 جراكل، خذتهم وراحت. مرت على محل مال أسماك وشرت السمك وراحت. قعدت بالبيت وكلت السمك، وبعد ما طفحت منها السمك سوت شربت من مية النار لين افطست بروحها ما حد يدري عنها. زين وين الولد؟ زين طولوا بالكم، قل له الله طولوا بالكم. بعد 3-4 أيام فاحت الريحة، جاء صاحب البيت قال هذه مو راضية تطلع والريح ذبحتنا، هذا شو مسوي داخل؟ يطق الباب يطق الباب، كسر الباب ولا هذا العجوز اللي متعفنه وذايبه ذايبه شاربه ميه نار المجنونه وذايبه من هال، وصالها 3 ايام معفنه الجثه يعني الريحه يعني شيء غريب عجيب. بلغ رجال الامن. زين وين الولد؟ طولوا بالكم. جو رجال الامن ورفعوا الجثه وكذا. الحين شلون ألقوا القبض على منو؟ على حسناء. حسناء بعد ما فتشوا بيتها أول مرة ما لقوا شيء، قالوا لا خلاص خلاص ارجعوا. طبعا هم مشتبهين فيها ليش؟ لأن بعدها بيومين ثلاثة شافوها رايح الملها عادي عندها، زوجها مختفي وعادي عندها وتغني وترقص. قالوا لا لا هذه مو مضبوطة. قاموا طلبوا الأدلة الجنائية، جاوبوا لهم فريق مال الأدلة الجنائية من الرباط. على ما وصل دخلوا شقتها وقاموا يفحصون بالأشعة، والبيت تحت الأشعة مبين إن في آثار للدماء على الأرض وعلى الحيطان وعلى القنوات، لكن ما ترى بالعين المجردة، ما سحت المواد كيماوية لكن الآثار موجودة. ألقوا القبض عليها واعترفت بالسالفة. قالوا لها نبي نقول لك شيء. قالت شنو؟ قالوا لها ترى عثرنا على أمك متعفنة في شقة في جبل مولاي إبراهيم.
وتصرخ أولدي وين؟ يصج بطلال وين ولدها؟ طولوا بالكم. المهم وتبكي وكذا، قالت لهم عاد خلاص، قالت يبا أم اللي ساعدتني وهي اللي حرضتني وساعدني واحد اسمه بدر، وهذا بدر تعرف عليه في الملهى وهذا من أهل مدينة الرباط، راحوا ألقوا القبض عليه واعترف بالقصة بالكامل وقال فعلا أنا اللي رميت الأكياس ورميت الكيس اللي موجود في طريق المطار. قالوا حلو اللي طريق المطار، لأن في طريق المطار ما عرفوا هذه جثة منه ما عرفوا. قاموا استدعوا أبو أحمد وخذوا منه العينة وطابقوها مع الأعضاء اللي اعثروا عليها على طريق المطار، وطلع فعلا هذه جثة أحمد. لكن وين باقي الأعضاء؟ قام يدليهم منه اللي هو هذا بدر، دلاهم على أكثر من مكان، في أعضاء لقوها وأعضاء ما لقوها لأن كانت في حاويات قمامة، والظاهر أن شالوها ودوها المحرقة. المهم جمعوا مني ومنك جثة الرجل هذا. الحين تصرخ منه حسنا الله يخليكم، أنا اعترفت لكم كل شيء وأم المتهمة، لكن ولدي وين؟ ولدي موجود مع أمي. قالوا ولدك مع أمك شلون؟ قالت أخذت ولدي معاها لما راحت تأجر في مولاي إبراهيم، وكان معاها الراس. ويطيرون رجال الأمن إلى مولاي إبراهيم مكان ما عثروا على جثة العجوز، يدورون البيت يدورون البيت، سألوا أحد من هذول اللي عند الضريح عند المكان، ما شفتوا معاها ولد؟ قالوا لا أبدا ما لقينا ولد وياها. زين يا أبو طلال وين الولد؟ أنا أقول لكم نطروا شوي. زين الراس وين؟ ما لقوا الراس. احفروا بالشقة لين تعبوا، امسكوا حتى صاحب الأجار قالوا لا أنت منو قال لك تأجر حق واحدة ما عندها بيانات؟ المهم حتى هو رفعوا عليه قضية، ويدورون يدورون على الرأس ويدورون على ولد حسناء، ما عثروا على أي أثر لهم. يمكن مذوبته ما لقوا آثار، يمكن دافنته ما لقوا آثار. احفروا لين قالوا بس أقول لكم. ومن 2009 تم الحكم على حسناء وعلى بدر بالمؤبد ومسجونين، وإلى الآن موجودين في سجن يسموه سجن الوداية، إن شاء الله أني نطقت اسمه صحيح، الوداية اللي موجود في مراكش. وإلى الآن حسناء تدور على ولدها اللي أمها خذته، ويدوروا رجال الأمن على الرأس اللي أمها خذته، لكن ماتت العجوز ومات السر معاها، سر وجود الولد وين راح وهل هو حي ولا ميت. وراس أحمد اللي هو زوج حسناء وين خبته؟ وكانت هذه نهاية سالفتنا، فمان الله مع السلامة.